مشاهدون قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر وفي اول خروج اعلامي للفنانة منى البيضاوي اللي سماتها المرحومة الحاجة الحمداوية. غادي نخليكم معها تحاول تقربنا من هذا الصوت الجميل اللي عندها واللي عجب الحضور الكريم. منى السلام عليكم. سلام سلام ولدي، بخير لاباس عليك. تحية خاصة للناس ديال شوف تي في اللي اليوم حضروا معنا، شكر لكم كثير. والله ما عرفتش ما نقول لكم. شكون هي منى؟ هي منى قدامكم، هي منى البيضاوية. كانت غابرة شوية، أنا ما غابرش على الجمهور ديالي، عندي متتبعين ديالي، عندي كليان ديالي، لكن غابرة على على الإذاعات وعلى التلفازة. مخبية. ماشي مخبية، باقي ما جاش الوقت المناسب. ايوا قلتي سماتك الحاجة الحمداوية، كيفاش هذا اللقب ديال منى البيضاوية؟ اي اللقب ديال منى البيضاوية، الله يرحمها الحاجة الحمداوية ووسع عليها ضيقة القبور يا ربي في النار. كنت مشيت معاها واحد الخرجة لفرنسا، مشينا معاها حنا ربعة ديال البنات. هذيك الساعة كانت هي عاد خارجة مريضة، ما عندهاش السوفل ديال الخدمة. كتسول على بغات شي وحده اللي حافظه ستيل البيضاوي والستيل ديال الحاجه الحمداويه. كان معاه واحد الاورغانيستا هو الله يرحمه سي محمد فراد، كيعرف سي عمور وداكشي. قال لي راه كنعرف واحد السيده راها عندها داكشي ديال عندها البيضاوي وعندها الستيل ديالك. عيطوا ليا، مشيت معاها لفرنسا، دات معاها ربعه ديال البنات، ثلاثه كلهم فاطمات.
الاسم الحقيقي ديال منى البيضاويه فاطمه. كانوا يعني ثلاثه مش أول مرة اللي نعرفوه يعني. لا ماشي اول مره نتايا، ولكن عندي ناس اللي كنقول لهم انا اسم ديالي الحقيقي، ما عنديش اش يعني غنخبي. ما كتخبيش في لا ما كنتخباش، لا ما كنتخباش. ما عرفت فضحتينا دابا. واش عارف في قاعدة السواد كاينه فاطمة؟ واش جبانت انت هنا؟ ايوا مني جيت من فرنسا مع الحاجة حمداوية الله يرحمها، صافي بقاو الموسيقيين كلهم كيعيطونا ما كيعيطوش فاطمة. صافي منى، صافي باش غنصايب صايبت اول مرة كارت فيزيت درت منى البيضاوي. انا سمعنا بان كيسترا عمور منى البيضاوي. منى البيضاوي سمعنا بان عندك شي فنان، ما فنان فنان في الشعبينيس ما عرفتش واش تعمد يديرها ولا تقدري تقول لي. واش نقول لك بلا ما تخاصمني حتى مع واحد، لان كنعتبره بحال ولدي الصغير. ماشي فنان بالصوره، ولكن ما سميتوش عادي. لا ما سميتوش هذا كيفضح. هو دابا ملي ذكرتي السميه ديالو ماشي مشكل، انا ما عنديش معاه مشكل. بقى فيا الحال عليه، لان كان انا فاش كنكون خدامه في شي حفله كيجي كنعطيه يدوز النميره ديالو، وكنكورالي معاه انا اللي كيخدموا معاه، ما عندي حتى مشكل. شي مره كان هو خدام عند شي ناس ديالي، هو جاي خدام هو الدراري ديالو. وصلت الوقيته باش ندوز انا نغني، انا غادا غير بوحدي. فاش يخدم معايا حط الكمانجه ديالو ناض، ما بغاش يخدم معايا، ما قال لي واش ما بغاش يخدم ولا ما يعرفش يساوي ولا الله اعلم. انا ما دراري ديالو قالوا لي راه ما التساويه ديالك ماشي هي التساويه ديالو، باش ما نتقلقش عليه وصافي. ولا تقلقت على واحد المهم اعتبره انا مش هداش بخاطر، انا كنعتبره بحال ولدي غير هذا. باقي جديد عارفه، اما كان هذا غادي يقدرني وغيخدم معايا، يصدر مني كاع هو حط الكاميرا. انا ما عجبنيش الحال. اما انا ما عندي مشكل حتى مع شي فنان مغربي، بالعكس انا كاي فنان مغربي ولا فنانه مغربيه الله يجعلها ما تغني حتى تكشبيلاتي وليله، ما عنديش مشكل. ما عنديش مشكل، كنعتبرها فنانه، حيت ماشي اي واحد كيوقف فوق الخشبه وكيأدي داكشي اللي عنده قدام ملايين ديال الناس، وهذا راه فنان. ولكن الفنان خصو يكون فنان في قلبه، ماشي فنان في الكلام ولا في الاداء. هذا هو الفنان. والفنان الخير راسو يبغي الخوت والفنانين كاملين، خصو الا بغيتي الخير لخوتك غيجيب لك الله انت الخير فعلا. كتبغي غير راسك، ما اذا ما عايش وحده خصها تبقى راسك عيب وحدك، ما غير بك صحيح. فعلا منى ما شاء الله. واش كديري شي حاجه اخرى من غير الغايط؟ انا خذي راسك، حنا دايرين بركه حميميه واخا في اللايف. حنا راه دايرين واحد البركه، ما فيهاش الرسميات وفيها التيجي هذا عادي، ولا حنا دابا مع الكاميرا مع المنابر. خذي راحتك، ما كتعرفش قا ودابا شحال من هنا كتب علي ما جوجتيش، راه لايف هذا. ايوا لايف هذا، سولي في الكواليس ماشي في اللايف. واتس دابا عطيتو ما كايناش شي مرا مغربيه ما كتعرفش قا وما كتعرفش طيب. حتى الا كانت ما كتعرفش، نهار اللي كتزوج كتمشي لدارها كتولي كتدخل كتقلب كطيب. ما كايناش شي مرا مغربيه ما كتعرفش دير المسمن، ما تعرفش دير الملويه، ما تعرفش دير كسكسو، ما تعرفش دير. اذا ما كانتش كتعرف طيب خصها تمشي تعيش في اوروبا، ما تعيش في المغرب. انا لقطعتك ملي جبتي غنطالبو منين ساليتي انت؟ حنا دابا علاش مجموعين حنا اليوم؟ شنو هي المناسبه اللي مجموعين حنا قبلها؟ راه مجموعين اول حاجه على عيد المراه اللي كان هو في 8 مارس. ايوا حنا كنحيو هذه الذكرى هذه لعيد المرأة. اه تكريم الشخص ديالها هي الفنانة منى البيضاوي. الله يكبر بك الأخي، سمعتيني؟ وهاد الوجوه الطيبة هي اللي معانا، فهو دابا دابا واكتشفت راسي زعما صراحة في هذا اللايف، والله إلا عندي مع الفن يعني، والله إلا كان أول مرة كنخرج من 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 اللباس ديال فاعل جمعاوي وحقوقي وهذا، يعني صراحة
والله العظيم. وبهذه المناسبة هذه ثاني عطينا كارت فيزيت ديالك باش نتو نعيط. لا على الراس والعين مرحبا. وهذه المناسبة هذه فاحنا عندنا واحد التذكار للفنان منى البيضاوية نشوفوا كاملين برعاية واحتضان لافو بالمي مشكور الشخص ديالو اخ مراد بالفطر. هاد التذكار شكرا شكرا. هاو يشوفوا الحضور الكريم شكرا شكرا بزاف شكرا. هذا واحد كادو رمزي دائما عند رمزي حيت كادو الثقيل ما يجيش في ترونسبور. خلينا هذاك هنا هذا فيه الصوره ديال الفنانه منى البيضاوية. كون استطعت شي واحد يشرب منه يشرب منه. ها هو هذا غنخبي مع حوايج من الله من الله بالمي. هذه رمزية بالمناسبة كان أي مرأة أي مرأة مغربية عصرية عصرية حنا نحتاجو نشكرو ما نحتاجو نشكرو ما نعرفو الدور كتلعبو بعض المجتمع بعض المجتمع تقول لي هزا المرأة سواء كانت أم ولا زوجة ولا أخت ولا تحية وشكر تقدير وإجلال المرأة المغربية.